نقطة أربعة، لا يخفى عليكم أيها السادة والسيدات الضغوط المسلطة المستمرة على السلطة القضائية وعلى القضاة منذ الانقلاب إلى يوم الناس هذا. تحل المجلس الأعلى للقضاء غير قانونه باش يولي متحكم فيه أكثر، عوقب قضاة تعسفا رفضوا حتى احترام قرار المحكمة الإدارية اللي أعطت العدد من القضاة الحق، وما زال الضغط على القضاء مستمرا. يكفي استماعه إلى خطابات السيد قيس سعيد باش نعرفوا حجم التدخل المباشر من خلال تلك الخطابات في السلطة القضائية، السلطة اللي هي في جميع الدول الديمقراطية وفي دستور 2014 هي سلطة قضائية كغيرها من السلطات الثلاث، وتمثل توازنا معها، وهي مستقلة في إطار ما حدده لها الدستور والقوانين، وأريد لها وفعلا عملها في دستوره على قياسه أنها تولي وظيفة إلى حد ما تابعة للسلطة التنفيذية، ويقع توظيفها لإرادة السلطة التنفيذية. احنا نحيو نضال القضاة ونضال السلطة القضائية من أجل أن يبقوا حراس للحقوق والعدل والحريات وحراس للقانون، ومن أجل أن يبقى القضاء سلطة مستقلة في إطار الدستور وفي إطار القوانين، وأن لا تخضع لأي ضغط من أي جهة كانت. الملاحظة في هذا الصدد أنه في الوقت اللي كل أسبوع يعملون قضية في حركة النهضة، القضايا اللي قدمتها حركة النهضة وعددها كثير، ربما 30 ولا حتى أكثر، بخلاف اللي قدموها عدد من قادة النهضة، لأنه وقع ثلبهم أو تشويهم أو الافتراء عليهم، فإن القضايا هذيك قاعدة التران كما يقول. وتفسيرنا أن قضايانا ما تحركتش بفعل فاعل، ومن الملاحظ والغريب حتى، وربما هذا في أول مرة في تاريخ تونس، ما عنديش إلمام كبير، أنه الحركة القضائية متاع سنة إلى حد الآن ما وقعتش. تعرفوا ما وقعتش علاش؟ على خطر ما زالت واقفة في قرطاج. وتعرفوا اللي الحركات القضائية متاع الأسلاك اللي فيها تغييرات كبيرة، كما تقول أنت سلك التعليم، التعليم العالي، سلك الأمن، سلك الجيش، سلك القضاء، وكلها تتم في الصيف. علاش تم وقت العطلة؟ باش كل واحد يرتب شؤونه وشؤون عائلته وشؤون أولاده اللي باش يقروا في المعاهد والمدارس ويكري في البقعة اللي باش يمشي لها إلى آخره، وكلها تتم في تلك الفترة، حيث تتم في وقت مبكر باش مصالح الناس ما تتعطلش، وكذلك مراعاة لظروف شؤون المعنيين العائلية إلى آخره. هانا الآن فتنا نصف نوفمبر والحركة القضائية على حد علمي إلى حد الآن ما خرجتش، لأنها ما زالت متعطلة في مستوى رئاسة الجمهورية. هذا يدل على أنه تم استقلال القضاء. النقطة الخامسة قبل الأخيرة، الانتخابات اللي يتحدثون عنها يراد لها أن تجري والبلاد ترزح في أصعب الفترات من الناحية الاجتماعية، بحيث بطالة متفشية قاعدة تزيد، فقر قاعد يزيد، غلاء التهاب أسعار غير مسبوق، افتقاد لمواد حيوية للحياة للكبار وللصغار، وطاقة شرائية عمال
تهدر أكثر، حتى ولت حياة الناس ليل ونهار وهما كل نهار يخمموا كيفاش باش يوفروا وجبة حليب الأبناء أو لأنفسهم. تجري أو يراد لها أن تجري في الوقت اللي عندنا مئات الآلاف من تلاميذنا أبنائنا وبناتنا حتى الآن ما رجعوش للمدرسة، تعدوا شهرين والأكثر، ثلث السنة الدراسية تعدى وهم ما زالوا مبدوش الدراسة متاعهم. علاش؟ على خاطر وقع العجز لإيجاد تسوية أو حل جزئي أو كلي أو مرحلي لملف الأساتذة والمعلمين النواب. ومشى أولادنا ضحية بكل تداعياته، مش فقط العلمية حتى الاجتماعية والنفسية. يراد لهذه الانتخابات أن تجري والسلطة المركزية تمارس تعتيما كاملا إزاء ما تعده أو تبيته من مشاريع أو اتفاقات أو مشاريع ميزانية أو مشاريع ميزانية تكميلية أو اتفاق مع صندوق النقد الدولي الفمي أو غيره من الاتفاقات. كأن الشعب ما يهموش السياسات العمومية، كأنها لا تعنيه أو ليس له حق في أن يطلع عليها، فضلا على أن يستشار فيها أو يناقشها من خلال المختصين ومن خلال الإعلاميين ومن خلال الخبراء. فهذا كل يجري في تعتيم كامل علينا، ما نعرفوش ما الذي يجعلهم يخفون بنود الاتفاق الأولي مع صندوق النقد الدولي، مما يخافون؟ لماذا لا يوضحون لنا شنية التبعات على الفئات الفقيرة والمتوسطة وهي غالبية الشعب التونسي، وشنية الإجراءات المرافقة للحد من تأثيرات هكذا اتفاق إذا كان ولا بد منها؟ لماذا لا يوضحون للشعب شنية تأثيرات مثل هذا الاتفاق على القطاعات المعنية، الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية والجباية إذا كان ولا بد لتلك الإجراءات منها؟ وشنية الإجراءات المرافقة للحد من التأثيرات السلبية على هذه المجالات؟